هذا العريف وظيف، وطبعا كلها من زبد البقر وكلها بلدية شغل بلدي محلي. هذا العريف وظيف والقرصان السم العسل طبعا من المكتوب رضيف، نعم، واللي بعده مصبع، واللي بعده نفس اللي عندك من رضيف والعريف. والله يحييك الله يحييك الله يكثر خيرك، الله يسلمك، الله يعطيك العافيه، الله يسلمك خيركم يغنيك ان شاء الله. الله تبارك الله، طلعنا نتمشى ضواحي الغريب. الجو ابو معاذ، ابو معاذ كيف الجو؟ ها كيف الجو؟ خيال وين؟ قول كيف الجو؟ روعة روعة ما شاء الله تبارك الله. والله ان الكاميرا ظالمة، ظالمة المكان يا رب. جو جو ما شاء الله تبارك الله. لفة سريعة كذا. يا ربي لك الجو على النعمة والأمان والأمان، يا ربي لك الحمد ما شاء الله. يزين الحلال وهو يرعى بذا الجو. ان شاء الله تبارك الله. احس انه يقول وش سلفتهم. ربي لك الحمد. شيء 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 ان شاء الله تبارك الله. كيف غنم كويس؟ تعال تبني تبني خلينا شوي. تعال تبني شوي. هذا بير قديم حق نفس القرية. جلس لحد ما جاء أخوي. يعني يحطون أربع مواطير على أربع سقايف. إذا أبغى أشغل لازم أنزل بحبل من هنا بيد. والرجول هنا. حاد ما أوصل. هيا تصور إذا أنا هناك شغلت الماطورة كيف أطلع؟ الناس الأولين يطلع بيده بس. طيب ليه ما يشغل الان مثلا وتسقون فيه ويسقون فيه؟ ايوه الناس في نعمه الحين. كانوا يزرعون في الحسا في مزارع الكبار كذا ما عاد يبون. صحيح. في عندنا كل عصر يزرعون الشباب هناك يسمونها يشرعون يعني يسبحون. يزرعون في المنطقه ذيك. جمعوا العالم هنا وجاوا. ان شاء الله على الجو. والله جو براد وخير ونعمة. والله معذور ابو دويس صراحه، والله معذور. كل عزيمه لحم يبي دجاج الماء. تعال تعال ابو دويس زماني، تعال ابيك تعال 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 ابيك تعال. والله زين ما طب منه والله بخاري في الطريق المنحدره. اي والله والله العظيم لا الأجواء هنا ما شاء الله ما شاء الله أجواء أبهى. طبعا عسير كله ما شاء الله أجواء شيء شيء شيء. أوه
ابو دويش جوعان يبي دجاج، يقول انا ما ابي اللحم، وين يبي يروح الله يستر. الجلانت مسحوب. ما قاوي إلا بدران والله. والله معذور أبو دويش، والله معذور. وين سامي؟ شو تسوي ناشا كيفك؟ والله توري متخدين. أبو دويش أبو دويش. ما في دجاج. ما في دجاج. ما طعم قدام. يلا. مساكم الله بالخير ويا هلا والله وسهلا فيكم. وصلنا الان قريه آل عمره في احد رفيده، احد رفيده والله ما شاء الله الاجواء ما شاء الله ملبده ملبده بالغيوم ما شاء الله. طلعت من ابها جاء مطر. شلون طلعت من ابها جاء مطر؟ والله اي والله. شو نرجع يعني؟ نرجع بمشينا. ها؟ ونشينا بها. اخبارك يا بدران؟ مرحبا بك يا معاذ. حبيبي حياكم الله. نراحكم نراحكم الفجعة. ايش عند ابو دويش؟ ايش عند ابو دويش؟ فجعة. ابو دويش. جوعة. ايش تعجلوا علينا؟ ايش تبي؟ تعجلوا علينا. ايش تبي؟ نراحكم يبا نبي نتعشى. لا 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 لا. خلي العشاء الساعة 12. شو تسوي 12 كيفك؟ والله توري متخدين. ابو دويش ابو دويش. ما في احتجاج. ما في دجاج. ما في ناس. ما ناس. ما ناس. روح البخاري. بدويش بدويش. لا لا ما في. ابو دويش جوعان يبي دجاج، يقول انا ما ابي اللحم، وين يبي يروح الله يستر. الجلانت مسحوب. ما قاوي إلا بدران والله. والله معذور أبو دويش، والله معذور. وين سامي؟ ها؟ تفضل تفضل تفضل. هلا والله وسهلا ومرحبا. شلونك؟ طيب ان شاء الله. حيا يا السلام عليكم. الله يا مرحبا. هلا سلم يا الله. هلا والله وسهلا. انا سلمت عليك. يلا حيوا تسلم. ما حصل له موقف يا ابو سعيد. لا 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 ما حتصور مره. لا 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 مره ما حتصور.
المجموعه اللي معي، فيعلم الله ان ما يكتب لنا بعد 100 سنه فسالم لكم وفيكم وسدكم واحد تكلم قل لي كلمتين بالموضوع ها وجاجي الكبار تكلمان انا ما اسكت قل لي كلمتين كذا احنا انا لو علي اقول لهم تم